سبحانه وتعالى يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين مبسوطين. ثم بعد ذلك كم حنعيش في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر خالدين فيها أبدا، انبساط بلا نكد ولا كدر، وحياة سرمدية أبدية بلا انقطاع ولا موت. اللهم اجعلنا منهم. الله سبحانه وتعالى ثم هذه الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الحقيقي. ربما نفوز في كرة أو في شهادات أو في يعني أمور أخرى من أمور الدنيا، أما الفوز الحقيقي الكبير الكبير عندما تدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإنه فوز غير حقيقي، لأن الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تخيل يا شيخ راشد، تخيل يا شيخ نايف، أن الله ختم الآية بشيء عجيب. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. يبين سبحانه وتعالى ألا نعقل حقيقة هذه الدنيا أنها دار ممر وليست دار مقر.